السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اداه اسمها تاسك ماتريكس. دي بتعمل ايه؟ بتخليك تقدر تستخدم الصور، تقدر تبعت صور وتستقبل صور في الحاجات اللي هي زي شات جي بي تي، يعني حاجه كده فيجوال، بحيث ان انت تقدر اثناء المحادثه تبعت صوره وتقول له غير لي الصوره دي بصوره كذا. يعني مثلا ايه، قول له اعمل لي صوره قطه، اعمل لك صوره قطه بتقرا كتاب. طب قول له ايه، بدلها لي بقى بكلب فيعمل لك الصوره. تمام، تقدر تقول له عايز انواع مختلفه، يبدا عايز كلب مثلا الاصفر، هو تبعت له صوره مثلا عندك وتقول له بقى ايه، غير لي اللون بتاعها، احذف لي خالص الموتوسيكل دوت، فيبدا ان هو يحذفه لك. التقنيه في الوضع الحالي دي كده ايه، يعني شغالين فيها اوبن سورس ومفتوحه المصدر، ودي الالجوريزم بتاعتها. هو بيبعت لشات جي بي تي يقول له انا عايز افهم الراجل ده بيتكلم في ايه، لان انت مش بتكتب له كود او مش بتكتب له بايثون، انت بتكتب له كلام، فهو بيفهم هو عايز ايه ويبدا ان هو يحوله بقى الحاجه اللي انت عايزها بالشكل ده. دي هتبقى موجوده جوه شات جي بي تي، يعني من غير ما تعمل اي حاجه خالص، وهتبقى موجوده في حاجات كتيره جدا، بحيث ان انت تقدر تستخدم صور اثناء ما بتتكلم شات جي بي تي، يعني تقول له الصوره وتبدا ان انت تعدل فيها. هما بيستعملوا كذا تقنيه في هاجنج فيس. هاجنج فيس ده موقع اوبن سورس الناس بتحط عليها المشاريع بتاعتها. في ستوبل ديفيجن اللي هو بتدي له تكست ويبدا ان هو يعمل لك الصور بتاعتها. في الكنترول نت ده اللي هو بياخد الشكل، يعني تبعت له صوره بيشوف الشكل ده واقف ازاي، عامل ازاي، التقنيه اللي فيه، بحيث لما تبعت له اي حاجه تاني يخليها تاخد نفس الشكل. يعني ممكن حصان مثلا بيطير، فتبعت له اي صوره ياخد نفس الفكره دي شغاله. تمام، ده الهاكينج فيس، طبعا موقع مشهور هاكينج فيس اهو. هتلاقي فيه مشاريع كتيره جدا قبل ما تنزل السوق بتبقى موجوده هنا، بحيث الناس تجربها وتشتغل عليها والحاجات دي كلها. ده مثلا الاستيبل ديفيجن اللي هو تكوين الصور، ودي تقنيه الكنترول نت، بحيث ان اي حاجه تبقى موجوده يبدا يفهم الفكره اللي فيها، ولو اديته اي صوره تاخد نفس الشكل، بيبدا ياخد الخطوط العريضه منها ويبدا بعد كده يديك اشكال مختلفه. يعني لما تدير صوره الكلب بيبدا ان هو ياخد شكل الكلب نفسه، وبعد كده ممكن يغير الالوان بتاعته والحاجات دي كلها. ودي التقنيه اللي معتمد عليها البرامج اللي يقول لك ايه، اديني اي صوره مثلا لغرفه وانا ابدا ان انا اعدل فيها. فهو بيبدا يشوف ايه الخطوط الرئيسيه اللي هي الاساسيه اللي معاه اللي مش هينفع انها تتغير، اللي هي الحوايط والشبابيك، ويبدا يعلم على الحاجات التانيه ان الحاجات دي انا مش عايزها اقدر استغنى عنها. انت اديته بقى الصوره ويبدا يدمجها بصورتك انت بقى، الشكل السلحفاه اللي انت رسمتها دي من ضمن حاجات سكتش، يبدا يحولها لك لصور طبيعيه بالشكل ده. وكذلك الشنطه، كذلك الحذاء، هياخد مثلا من الوقفه بتاعت الشخص دوت ويبدا بقى يعملها في اشكال متعدده. دي برضو من ضمن التكنولوجيات اللي شفتها مثلا في نيفيديا كارت الشاشه، ان انت بترسم بس كده اللون الاخضر هو يبدا ان هو يرسم لك يحولها لحاجه حقيقيه بقى. يعني انت رسمت كده فخلاص عرف ان ده شكل البيت، ده شكل السماء، ده شكل الارضيه، ويبدا يديك حاجات لا نهائيه. الكنترول نت بنستخدمها بس من غير ما نعرف ان احنا بنستخدمها. اي صوره بيبدا يشوف الخطوط العريضه وبعد كده يديك افكار متعدده. هنا برضو مديك ان انت تقدر تتحكم بقى في الصوره، ايه الالوان بتاعتها، الاشكال بتاعتها. اتمنى يعجبكم ان شاء الله.